مين كنشوفوا الفيديو ديال شي لعبه سحريه نقدروا نتفاجئوا اذا رنا راسنا، ولكن كنبقاو في الداخل ديالنا متاكدين باللي كاين شي خدعه واخا حنا ما عارفينهاش. ولكن منين في اسبوع واحد كيظهروا في المغرب ثلاثه الفيديوهات، الاول كيقول باللي الملائكه طارت في السماء ديال مكناس، والثاني كيقول باللي الحوت الزرق طار في السماء ديال الدار البيضاء، والثالث كيقول باللي النخله طارت في السماء ديال مراكش. ومنين هاد الشيء كله كيوقع في العشر الاواخر ديال شهر رمضان الكريم، بزاف منا للاسف كيتحمسوا وكيتيقوا بسهوله. واخا خرجوا بعض الفيديوهات اللي كيكذبوا هاد الاخبار، مازال بزاف ديال الناس متيقين، حيت السرعه ديال انتشار الاشاعه كتبقى اكبر من السرعه ديال تكذيبها. في هاد الحلقه غادي نفتحوا اونكيت باش نحاولوا نعرفوا هاد الفيديوهات منين جاو، كيفاش تصنعوا، واش كاين تفسيرات علميه لهاد الشيء اللي شفناه. كاين الناس اللي مقتنعين باللي هاد الفيديوهات غير كذوب، ولكن كلامهم كيبقى غير راي شخصي حيت ما عندهمش ادله. هاد الفيديو هو رحله الهدف منها نقلبوا على هاد الادله. الرحله ديالنا غتبدا من المدينه اللي بدات فيها القصه، مكناس. كيقولوا شي حاجه ماشي طبيعيه واقعه في السماء، اجي نشوفوا. ليلة السبت 9 يونيو 2018، ظهر لأول مرة هذا الفيديو اللي كيبانوا فيه أضواء كتحرك في السماء. أغلبية ديال العناوين اللي تعطات لهذا الفيديو قررت باللي هذه الأضواء ما يمكن إلا تكون ملائكة ظهرت في السماء ديال مكناس. من بعد ظهر فيديو آخر كيكشف باللي القضية كلها جاية من الكشافات الضوئية لي بروجيكتور. هاد النوع ديال الكشافات الضوئيه كيتستعمل لاغراض عسكريه كما كيتستعمل في المناسبات والاحتفالات. شي وحدين قالوا بلي هاد الاضواء جايه من قاعده عسكريه، وشي وحدين قالوا بلي جايه من ممول حفلات معروف في مكناس. ماشي مشكل، المهم هو اننا لقينا تفسير ملموس لداكشي اللي تشاف في السماء ديال مكناس. الفيديو ديال مكناس ماشي هو الوحيد من نوعه، هذا فيديو تخاد في مدينه مارسي بفرنسا، وكيبانوا فيه اضواء كتشبه ديك اللي شفناها في مكناس. هاد الاضواء جايه من كشافات ضوئيه. بزاف ديال الفيديوهات في الانترنت كتقدم بحال هاد الاضواء على اساس انها ملائكه او مخلوقات فضائيه كتسارى في صحون طائره. الاضواء الغريبه اللي كتبان في السماء يمكن يكون عندها اسباب اخرى. كاين ظواهر كتوقع في الغلاف الجوي تقدر تخلي الانسان يمشي بعيد في الخيال ديالو، واخا هي ظواهر طبيعيه 100%. في هاد الفيديو مثلا كنشوفوا ظاهره كتسمى بالانجليزيه كراون فلاش، تاج الخاطف. هاد الظاهره كتوقع ملي واحد النوع ديال السحب كيتعرضوا للبلورات الثلجيه ديالو لمؤثرات كهرومغناطيسيه قويه. فهاد الصوره كيبانوا ثلاثه الاضواء في السماء، هادي الشمس، ولكن هادو اللي في جنابها شموس زائفه، خدعه بصريه سببها انعكاس اشعه الشمس على البلورات الثلجيه اللي في السحب. ظواهر من هاد النوع كثيره، واشهرها هو قوس قزح اللي دوخ الناس القدام وخلاهم يتخيلوا حكايات واساطير. دابا سالينا مع القضيه ديال الفيديو د مكناس، يلا نمشيو للدار البيضاء. قالوا راه شي حوت ازرق بالان طار في السماء ديال كازا، وبالضبط حدا توين سنتر، اجي نشوفو. هاد الفيديو انتشر من بعد الفيديو ديال مكناس، وكيبان فيه حوت ازرق كيطير حدا توين سنتر في الدار البيضاء. اول حاجه غادي نحاولوا نلقاو شكون هي اول قناه نزلت هذا الفيديو. كنمشيو اليوتيوب وكنكتبوا حوت ازرق في سماء الدار البيضاء، اول فيديو كيطلع هو هذا. الملاحظه الاولى هي ان هذا الفيديو نزل في 2017، 6 شهور قبل من الفيديو ديال مكناس. ثاني حاجه في النهايه ديال الفيديو مكتوب السميه ديال السيد اللي قام بالمؤثرات الخاصه ثلاثيه الابعاد 3D. هذا السيد هو مول القناه، ومنين كندخلوا للقناة باش نشوفوا شنو فيها كنكتشفوا بلي السيد هو من هواة الرسم بتقنية 3D. وهذا الفيديو كان منزلو من قبل بعنوان انجليزي مكتوب فيه السمية ديال البرنامج اللي استعمل بلندر. هذا النوع ديال البرامج خطير حيت كيعطيك الامكانية تشوف بعينك اي حاجة تخيلتيها في دماغك. تقدر تخلي قطة تبان كتصلي، وتقدر تخلي هاد البنت اللي طاحت في البحر تبان بحال كطيح في بركان، وتقدر تخلي فيل يبان كيطير فوق سيدي سليمان.
اخر محطه في هذه الرحله هي مراكش. قالوا راه شي نخله شافوها كطير في السماء. على هذا الحساب خصنا نبداو نقولوا ولو طارت نخله، اجي نشوفوا هذا النخل اللي ولا يطير مع الطيور. مراكش مدينه النخل، ولكن حسب هذا الفيديو النخل ولا يطير منها. سبحان الله نخلة طير. أول ملاحظة، هاد الأصوات ما فكروكش بشي حاجة؟ هاد الأصوات هما نفسهم اللي موجودين في الفيديو ديال مكناس، نعاودو نسمعو. دابا غنمشيو اليوتيوب ونكتبو نخلة تطير. كيبانوا في الاختيارات مراكش وعمان. منين كنختاروا عمان كيطلع لينا نفس الفيديو ديال مراكش، وكنكتشفوا باللي الفيديو ديال عمان نزل فاتح يناير 2018، يعني 5 شهور قبل الفيديو ديال مراكش. ثاني ملاحظه، الفيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ما كيبينش شنو موجود فوق النخله اولا شكون اللي هاز النخله. معروف باللي النقل ديال النخل ممكن تستعمل فيه رافعه اولا طائرات هليكوبتر بحال كما كنشوفوا في هذا الفيديو. لو كانت النخلة بصح كطير بوحدها كان ممكن نشوفوها في وضعيات مختلفة، مثلا هكذا اولا هكذا اولا هكذا، ولكن في الفيديو كله النخلة حافظت على نفس الوضعية، وهذا كيعزز الفرضية ديال الرافعة ولا الهليكوبتر. واضح اذا باللي الشخص اللي صور الفيديو اولا خدم على المونتاج تعمد يخبي وسيلة النقل باش يبان الفيديو عجيب وغريب. خدعة متقونة، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب. الإشاعات الكاذبة في المغرب ماشي شي حاجة جديدة، بزاف منا مازالين كيتذكروا الإشاعة اللي كتقول باللي التسونامي غادي يضرب سواحل المغرب نهار 25 ماي 2006 ويقضي على ملايين الأرواح. داز داك النهار بسلام، وبان باللي هاد الإشاعة الكاذبة طلقها واحد الشخص فرنسي سميتو إريك جوليان. هاد السيد سخن عليه راسو وقال باللي تلقى هاد المعلومات من مخلوقات فضائية. في 2005 انتشرت إشاعات البنت اللي تمسخات وولات قرد. هاد الخبر نشرته بعض الجرائد المغربية على أساس أنه حقيقة، قبل ما يبان باللي هاد البنت الممسوخة ما هي إلا دمية ديال السيليكون صنعتها فنانة أسترالية سميتها باتريشيا بيتشينيني. في زمن الانترنت ولينا معرضين لعدد هائل من الأخبار والقصص الغريبة المفبركة. صناعة الأخبار الكاذبة ولات مهنة مربحة مادام المشاهدات ديالها كتحسب بالآلاف وحتى الملايين. شحال هادي كان الصوت والصورة والفيديو كيتعتبروا أدلة قاطعة. دابا مع برامج الفوتوشوب والافتر افكت وغيرهم ولا ممكن الشاب هاوي يلعب فيهم كيف ما بغى. داكشي علاش حنا محتاجين اكثر من اي وقت نردو بالنا ونتعاملوا مع كل خبر غريب بحذر، وكل ما زادت الغرابة ديال الخبر كل ما الشك ديالنا خصو يتزاد. محتاجين نردو البال من هادوك اللي كيستغلوا المشاعر الدينية ديال الناس باش يوصلوا لهم اخبار زائفة. محتاجين نحيدو شوية العجز ونبحثو ونقلبو ومنطقو حتى تكون عندنا الأدلة الكافية، ولهلا يخطى علينا السي جوجل. اليوم نخلة كطير دوخات عقول الآلاف ديال الناس، واش ما خصناش نحافظو على عقولنا قبل حتى هي ما تطير؟ سلامة.